اهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام، لسه مكملين معاكم فقرات هذا الصباح. دلوقتي هنبتدي اولى فقراتنا الحواريه، هنتعرف فيها على ابرز العناوين والموضوعات اللي حازت على اهتمام الصحافه المصريه الصادره صباح هذا اليوم السبت. بيشرفنا للمزيد من المعلومات والتعليق والتحليل حول ابرز هذه المعلومات والاخبار والعناوين ان يكون معنا الكاتب الصحفي الاستاذ محمد الشماع. استاذ محمد صباح الخير واهلا بيك، وكل سنه وحضرتك طيب وكل المشاهدين بخير وصحه وسعاده ومصر كلها بخير وسلام باذن الله ان شاء الله. خلينا نبتدي مشاهدينا الكرام من صحيفه الاهرام، ومن الصفحه الاولى فيها نطالع 13 مجمعا للصناعات الصغيره والمتوسطه بالمحافظات، توفير 29 مليون و700 الف متر اراض خلال عامين بالمجان. ده طبعا يعني في سياق يعني اجتماع عقده رئيس الوزراء مع وزيري التجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. يعني احنا نقدر بالفعل نشيد بالتيسيرات اللي بالفعل تحققت لتنمية ودفع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر، لأنه النجاح اللي بيؤكده المشروعات اللي بيقدمها أصحاب هذه المشروعات، وكلنا بنتابعها على شاشات الفضائيات، قد كده النجاح كبير جدا جدا، ومشروعات ناجحة وفرص عمل جديدة وإنتاج جديد، وناس عندهم يعني أمل كبير جدا وبالفعل بدأوا في عملية التصدير للخارج. ده بيؤكد نجاح التيسيرات ونجاح الخطة اللي ماشي عليها الحكومة، وبيدفعنا إلى المزيد من إقامة مثل هذه المشروعات وإقامة مجمعات صناعية في مختلف المحافظات. والشيء الأكثر يعني سعادة بالنسبة للشباب أنه الحكومة بالفعل بتسلم للمستثمرين مشروعات مصانع جاهزة على الإنتاج، يعني بتوفر عليهم مرحلة البحث عن أراضي وترفيق الأراضي واستخراج الرخص والحصول على الخامات والقروض، كل هذه الأمور بتستغرق يعني فترات زمنية كبيرة وتعقيدات كبيرة. الحكومة الخطة الجديدة بتاعتها اللي بدأت تنفذها بالفعل، وهي إنشاء مشروعات متكاملة وتسليمها جاهزة على العمل والإنتاج للمستثمرين من الشباب ومن الراغبين في عملية الدخول في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وده شيء بيؤكد نجاح الدولة بالفعل. والحكومة قطعت شوط كبير جدا بعد ما كنا بالفعل بنسمع عن تصريحات ولا نرى على الأرض شيء واضح. تمام، طب خلينا نروح إلى صحيفة أخرى مشاهدينا الكرام، ولكن صحيفة الأخبار اليوم، ونطالع من الصفحة الأولى فيها الرئاسة والرقابة الإدارية والتنظيم والإدارة يتابعون الالتزام بالإجراءات. 1.5 مليون شكوى تلقتها الحكومة، تم حل 85% منها. إلى أي مدى حضرتك شايف الالتزام الحكومي بالنظر في الشكاوى اللي بيقدمها المواطنين وأيضا حلها والبت فيها، وإلى أي مدى فعلا بيتم النظر في هذه الشكاوى؟ يعني هقول لحضرتك بصفة يعني في المجال وبشوف وبتابع عملية الشكاوى، انخفاض عدد الشكاوى المنشورة في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة. يعني كان الفترة اللي فاتت قبل إنشاء الآلية بتاع تلقي الشكاوى في مجلس الوزراء والآلية اللي تم وضعها لتلقي شكاوى المواطنين والرد عليهم ومتابعة حلها، كان قبل وجود هذه الآلية كنت حضرتك من يعني من المتابع دايما ومن الغير مستغرب ان انت تجد شكاوى منشوره في الصحف والمجلات وفي وسائل الاعلام سواء كان الفضائيات او في وسائل الاذاعه ومختلف الوسائل الاخرى اللي هي ارسال الشكاوى للمسؤولين، كانت منتشره وكانت ظاهره. النهارده هذه الظاهره خفت الى حد ما بصوره كبيره جدا جدا، ده يؤكد ايه؟ يؤكد نجاح اليه اللي عملتها الحكومه لتلقي الشكاوى والعمل على حلها ومتابعه حل هذه والاتصال ايضا بالشاكين لابلاغهم بالحلول، ودليل ان تم حل 85% من هذه الشكاوى. الملاحظه الاخرى اللي يعني برضو تسعد الحكومة أنه فيه رسائل للآلية تلقي الشكاوي، رسائل شكر يعني رسائل شكر على مجهودات الحكومة وعلى إنجازات الحكومة وعلى مشاركة الحكومة في حل مشاكل المواطنين ومشاكل الجماهير في مختلف الأجهزة والوزارات، ودي ظاهرة أتمنى أن هي يعني يتم العمل عليها ومتابعتها والانتظام فيها بالصورة اللي بدأت بيها. تمام، ايضا كان في توجيهات للمحافظين بتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها في المحافظات، الى اي مدى حضرتك شايف ان المحافظين
متجاوبين مع هذه التوجيهات، وإلى أي مدى برضو بيتم الاستجابة إلى شكاوى المواطنين وحلها وحل ما يمكن حله من هذه المشاكل؟ يعني بعض المواطنين بيعتقد أنه مجرد تقديم الشكوى فبيتم حلها تلقائيا، ورغم أن الظروف ربما لا تسمح بحل هذه المشكلة أو تنفيذ هذا الطلب. أنا شايف أن برضو ما زالت عملية الشكاوى في المحافظات، لأن الشكاوى عددها ضخم جدا جدا في المحافظات، في مجال النظافة، في مجال مكافحة البطالة، في إقامة المشروعات، في المرافق، في عملية الحصول على المستندات اللي بيتم. المحافظ مسؤول عن كل هذه الأجهزة. فتخيل حضرتك، يعني المحافظة عبارة عن دولة مصغرة، يعتبر كأنه رئيس جمهورية في محافظة كده. فهو مسؤول عن متابعة مشاكل التعليم، مشاكل الصحة، مشاكل الصرف الصحي، الإسكان، العشوائيات، كل هذه الأمور عليه أنه هو يتابع هذه المشاكل وينزل للجماهير في الشارع ويلتقي بالمواطنين. ودي توجيهات سيد الرئيس في كل اجتماع وفي كل لقاء، وبيؤكد عليها سيد رئيس الوزارة. فإحنا بنتصور أن في جهد بذل، لكنه ينبغي أن يتم مضاعفة هذا الجهد من المسؤولين في المحليات وفي المحافظات، وبصورة خاصة بتعود إذا يعني تم تفعيل هذه الآلية بترجع إلى السيد المحافظ. لو أن المحافظ بيتابع بنفسه وبينزل الشارع ويعمل جولات مفاجأة ويسير على نفس النهج، احنا بنشوف امثله في كده زي محافظ الشرقيه مثلا. بالظبط كده. طيب خلينا نروح لصحيفه الجمهوريه ونطالع منها مشاهدينا. التوقيع خلال النصف الاول من يناير، مليار و200 مليون دولار من الصين للقطار الكهربائي السلام العاشر العاصمه الاداريه. ده مشروع مهم جدا جدا، ويعني كما تعلم سيادتك انه مشروعات المواصلات والطرق دي مسألة مهمة جدا ويعني غاية في الأهمية. إن لم يكن لدينا طرق سريعة ومواصلات ووسائل نقل حديثة ونظيفة وسريعة وآمنة، أعتقد إن ده هيأثر كتير على عملية الاستثمار، لأنه بدون المواصلات وبدون الطرق لنقل السلع والخدمات وتنقل الأفراد، وأيضا بتخدم على السياحة، إنه من المفترض إن يعني مصر تسعى بكل قوتها، وبالفعل ده تحقق، لأنه القطار المكهرب ده يعني وسيلة جديدة بتدخل مصر يمكن لأول مرة، وسيلة يعني أكثر من ممتازة، وبتقطع مسافة كبيرة جدا لشرق مناطق الجمهورية، مسافة تزيد عن يعني تقترب من 70 كيلومتر، هتكون ب 11 محطة. الشيء برضو اللي بيسعدنا انه اللي وزارة النقل قطعت شوط كبير جدا في عملية تحويل مسارات المرافق والطرق والصرف الصحي والكهرباء، وان المشروع بالفعل بدا يعني خد خطوات في السير، ودي يعني آلية جديدة احنا بنشهدها. ان الاول كنا بنقعد تصريحات في تصريحات في تصريحات، التصريحات قد تستمر عشرات السنين، وقد يوضع حجر الأساس ويقعد 20 سنة ولا يتم شيء. النهاردة احنا بنشوف يمكن قبل ما بيتم التوقيع بيكون كل شيء منتهي، وبيتم التوقيع على التنفيذ، خاصة إذا كان هناك مستثمر أجنبي، وده بيدي مصداقية عالية جدا جدا للحكومة المصرية في جديتها في عملية دفع الاستثمار والإنجاز. بحسب برضو ما نقل صحيفة الجمهورية بتقول إن يعني سيتم البدء في الأعمال الإنشائية والتنفيذ فور توقيع العقد الخاص بالقرض عن طريق 5 شركات مقاولات مصرية. بالتأكيد ده بيفتح مجال كبير جدا لفرص عمل جديدة، فرص عمل منتجة، فرص عمل حقيقية، وليس عملية توظيف في مكاتب دون أي إنتاج حقيقي. وزي ما قلت لحضرتك إن عملية تعديل مسارات المرافق، ويمكن البعض يمكن أنا شاهدت بالفعل إقامة الأساسات اللي حيصير عليها القطار الكهربائي المعلق، وده شيء يعني زي ما قلت لحضرتك شيء رائع جدا. والأكثر أيضا يعني سعادة أن هناك التزام دقيق بالتوقيتات الزمنية اللي السيد الرئيس بيحرص عليها دايما في تنفيذ المشروعات، مع دقة التنفيذ وخفض التكاليف إلى أقل قدر ممكن. طيب خلينا نروح أستاذ محمد ومشاهدينا الكرام إلى صحيفة المصري اليوم، ونطالع من الصفحة الأولى فيها: الجيش السوري يدخل منبج بدعوة كردية، تركيا نرفض أي إجراءات تزعزع المنطقة. حضرتك شايف الإجراء أو هذا التوجه بدخول القوات المسلحة السورية إلى مدينة منبج، خصوصا أنها كانت بتقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال البلاد؟ يعني إحنا بالفعل بنشجع وبنؤيد، وده يمكن كان الموقف المصري، خروج كل القوات الأجنبية من الأراضي السورية.
وعودة الجيش العربي السوري للقيام بمهامه وواجباته ومسؤولياته. وفي هذه النقطة تحديدا قوات حماية الشعب الكردية هي التي دعت قوات الجيش العربي السوري للدخول إلى منبج لحماية الأراضي السورية. خروج القوات، الإعلان الأمريكي بخروج قواتها من سوريا، يعني البعض قد يتخوف أنه يحل محلهم قوات أو منظمات إرهابية أو منظمات عنف أو منظمات بتعمل لحساب دول ضد سوريا. أعتقد أنه الجيش العربي السوري يستطيع أن يعني يقوم بهذه المهمة بحماية الأراضي السورية وكل الأراضي التي يتم الإجلاء القوات الأجنبية عنها. والشيء الآخر أيضا أنه يعني عودة العرب إلى سوريا وعودة سوريا إلى الدول العربية، وكلنا شفنا الزيارات وبدء عمليات إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا من الدول العربية، ده بيدينا أمل أن حالة الاستقرار اللي هتتم في القريب بإذن الله في سوريا الشقيقة. وأنه وجهة نظر مصر كانت صائبة أن الحلول السلمية والشعب السوري هو اللي قرر مستقبله ومصيره، وده اللي بدأت فيه الإجراءات بتسير في هذا الاتجاه. طيب خلينا أستاذ محمد ومشاهدينا الكرام نعود مرة ثانية لمطالعة صحيفة الأهرام ونطالع من الصفحة الأولى فيها: تسونامي روسي يهدد بإغراق الغرب. يعني منذ إعلان الرئيس الأمريكي الانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي، والتخوفات بدأت يعني تظهر من الغرب ومن الدول الغربية ومن أيضا العديد من دول العالم، لأنه ده بيدي فرصة لعدم يعني إحكام السيطرة والالتزام بمعاهدة عدم الانتشار منع الانتشار النووي. ودي هذه الأخبار اللي خرجت والتصريحات من روسيا إن لديها استعداد إن هي تعمل تفجر قنابل نووية تحدث تسونامي قد يهدد بإزالة واشنطن العاصمة الأمريكية. احنا طبعا نتمنى ألا يتم تصعيد هذه المواقف ويكون هناك عودة للالتزام بمعاهدة منع الانتشار النووي حتى تستقر الأمور في العالم. أيضا يعني الأهرام نقل عن صحيفة ميرور البريطانية أن يعني في تقارير إعلامية تتحدث عن أن روسيا لديها القدرة على تفجير بركان متجمد في غرب أيسلندا بسلاح نووي حراري، وأيضا تدمير جزيرة يان ماين البركانية في المحيط المتجمد الشمالي. كل دي حضرتك يعني تهديدات بتهدد تهديد الأمن والاستقرار العالمي. وأعتقد أن من الممكن أن يكون هناك رد آخر من الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا، ويكون هناك أيضا عملية يعني نعود مرة أخرى إلى حالة الحرب الباردة مرة أخرى، وده بيهدد أمن واستقرار العالم. نتمنى أن يعني تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى يعني رشدها وتنضم مرة أخرى أو تبقي على عضويتها في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. نعود ونرجع تاني إلى صحيفة أخبار اليوم مشاهدينا الكرام ونطالع من الصفحة الأولى فيها: مسجد الفتاح العليم ينير سماء العاصمة الإدارية، التنفيذ في عام ونصف بدلا من 5 سنوات. أخبار اليوم بتنقل بتقول هيتم افتتاح أحد أكبر المساجد في مصر والعالم خلال أيام قليلة، وهو مسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية الجديدة. يعني طبعا هو سبق افتتاح هذا المسجد الكبير، افتتاح الكاتدرائية الجديدة بالعاصمة الإدارية، وده يعني شيء رائع بيؤكد سماحة مصر وقبولها للجميع. وهذا المسجد مفخرة بالفعل للحضارة الإسلامية والعمارة المصرية مرة أخرى. مصر بالفعل بتعيد بناء حضارة جديدة على هذه الأرض الطيبة. هو هيكون برضو زي ما نقل أخبار اليوم أنه هيكون أحد المعالم الرئيسية في العاصمة الإدارية الجديدة. بالتأكيد، ده زي ما أقول لحضرتك يعني كما نفخر بحضارتنا الفرعونية والإسلامية والقبطية، مصر بالفعل بتضيف إلى هذه الحضارة حضارة جديدة، حضارة معمارية، حضارة إنسانية، حضارة بتؤكد على سماحة مصر وتأكيدها على ضرورة أن يعم السلام جميع أرجاء المعمورة. نرجع لجريدة الجمهورية ونطالع مشاهدينا الكرام من الصفحة الأولى أيضا فيها: بالقاهرة فبراير المقبل المستشار النمساوي
يشارك في القمة العربية الأوروبية؟ يعني العلاقات السياسة الخارجية المصرية بالفعل حققت نجاحات كبيرة جدا خلال السنوات الأربع الماضية بصورة غير مسبوقة. النهاردة مصر أصبحت بتتمتع بالقيام بدورها المحوري ودورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط والعالم. علاقات مصر عادت بقوة إلى كل دول العالم تقريبا. ده بيصب في مسألة تدعيم التعاون الاقتصادي وتدعيم العلاقات لاستقرار الأمن والسلام في العالم. أوروبا والغرب يعني بتقبل بصورة قوية جدا جدا على مصر وعلى المنطقة منطقة الشرق الأوسط. وكانت الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النمسا وقمة إفريقيا أوروبا. أعتقد كل هذه يعني التحركات بتصب في صالح مصر وصالح أمن واستقرار المنطقة وأيضا صالح عملية تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية ما بين مصر والعالم وإفريقيا والغرب بصورة عامة. كل هذه الأمور أعتقد بتؤكد دور مصر الريادي والحضاري في العالم. نرجع لصحيفة المصري اليوم ونطلع منها خبر آخر مشاهدينا الكرام بعنوان القوات المسلحة تفتتح مركزا إلكترونيا لتقديم خدمات التجنيد على الإنترنت. يعني القوات المسلحة بتدينا نموذج وقدوة في كل المجالات. القوات المسلحة بتضم بين أعضائها إلى جانب المقاتلين الأشداء الوطنيين بتضم خبرات عالية في كافة التخصصات المدنية في 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 الاقتصاد في التكنولوجيا في الطب في الصناعة في الـ الـ في الـ الاتصالات وبتقدم هذه الخبرات وهذه الخدمات إلى الهيئات والمؤسسات والأفراد المدنيين حتى تستطيع أن توفر التكنولوجيا المتقدمة في هذه المجالات بما يعود بالنفع على صحيح. الاقتصاد المصري وعلى التطور التكنولوجي في مصر. وده طبعا كله تسهيلات للمتقدمين والمقبلين على التجنيد. بالتأكيد. الأستاذ محمد الشماع الكاتب الصحفي شرفتنا يا فندم وصباح الخير وكل سنة حضرتك طيب وكل الشعب المصري سعادة وخير إن شاء الله. كل سنة حضرتك طيب ومصر كلها بخير وسلام. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام فقرة هذا الصباح لسه مستمرة معكم ولكن بعد متابعة موجز لأهم وآخر الأنباء مع شروة حمدي بعد الفاصل.